اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 2 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. تودي ان شاء الله هناخد ليسون 1 اللي بعنوان ذا بار جراف. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس السهله جدا، هنتعرف فيه مع بعضينا يعني ايه البار جراف. البار جراف يا اولاد عباره عن رسمه متكونه من مجموعه من البارز زي ما انتم شايفين كده. كلمه بار يعني ريكتانجولار كولوم، يعني مستطيل. المستطيل ده على شكل عمود. بيفيدني في ايه البار جراف؟ بيكون عندي بعض المعلومات. المعلومات دي ممكن اشوفها في الصورة اللي قدامنا دي، زي ما انتم شايفين كده في الصورة في عندي مجموعة من الهنز، عندي مجموعة فراخ، وعندي مجموعة من البيجنز، عندي حمام، وعندي مجموعة من الليتل داكس اللي هو البط الصغير، وعندي مجموعة من الايه من التشيكس اللي هي كتاكيت الصغيرة. الصورة اللي قدامنا دي يا أولاد فيها معلومات. المعلومات دي أنا ممكن أجيبها بعيني من البار جراف. البيجنز مثلا، الحمام عندي منه كم واحدة؟ نبص هنا كده 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى أنا لما أبص على الرسمة دي على طول أعرف إن أنا عندي 7 بيجنز. تمام؟ طيب الهنز اللي هي الفراخ، لما أبص ألاقي عندي كام؟ 1 2 3. يبقى أنا عندي 3 hens. يبقى أنا بعيني قدرت أطلع عددهم بسرعة من غير ما أعدهم. ممكن تكون في فرخة كده مستخبية في حتة في الرسمة مش واضحة، فمش هعرف أعدها، لكن ده بيقول لي عددهم كام بالظبط. طيب الليتل داكس عندي منهم كام واحدة؟ 1 2 3 4 and 5. نيجي نبص هنا على البار جراف، فعلا الكولوم بتاع الداكس الليتل داكس في 1 2 3 4 and 5. طب انا عرفت منين ان ده الكولوم بتاع الليتل داكس؟ علشان الليتل داك مرسوم تحت اهو، وبيقول لي ان الليتل داكس مرسومين عندي فين في البار ده. طيب ايه تاني؟ الليتل شيكس عندي منهم كام واحده؟ ادي 1 2 3 and 4، عشان كده نعمل هنا 4 1 2 3 and 4. يبقى احنا دلوقتي نقدر نعرف البار جراف. لما حد يسألكوا ويقول لكم ايه هو البار جراف، هتقولوا دي رسمة بتوضح المعلومات على صورة بارز، على صورة أعمدة. ولما بص على الكولوم لازم ألاقي اللينس بتاعه بيعبر عن الحاجات اللي موجودة. لو أنا عندي اللينس بتاعه طويل زي ده كده، معنى كده إن البيجنز عندي منهم كتير. يبقى كل لما يكون اللينس أو الطول بتاع البار طويل، كل لما يكون انا عندي من الحاجات دي كتير. طيب هل انا لازم كل مره اقعد اعد كده عشان اعرف مثلا البيجنز فيهم قد ايه؟ اقول 1 2 3 4 5 6 and 7؟ لا، ناخد بالنا في عندي نمبرز مكتوبه في الجنب كده. النمبرز دي انا ممكن اروح على طول على نهايه البار، ادي ايه البار خلص عندي هنا كده، ابص بعيني الاقيه بيشاور على مين؟ على ال 7. يبقى انا على طول ممكن اعرف ان البار ده فيه 7 بيجنز. اوكي، طيب التشيكس هنا عايز اعرف هم كام من غير ما اعد. اروح ابص كده، هي الكولوم بتاعها انتهى هنا كده، ده بيشاور على مين؟ بيشاور على النمبر 4. يبقى انا اقدر بعيني على طول لما ابص على الرسمه دي اعرف ان انا عندي 4 تشيكس. اوكي، طيب الليتل داكس عندي منهم قد ايه؟ اروح على نهايه البار وابص بيشاور على مين، امشي كده توردس ليفت، امشي ناحيه الشمال الاقيه بيشاور على الفايف. يبقى انا كده بعيني على طول اول ما ابص على البار جراف اعرف ان انا عندي 5 ليتل داكس. يلا مع بعضينا نشوف براكتس ظريف هنتعرف فيه اكتر على البار جراف. هنا بيقول لي ايه؟ color one box for each animal. The first one is done for you. زي ما احنا شايفين البار جراف ليه اسم. اسمه ايه؟ اسمه animals in the garden. يعني لما ابص هنا اعرف ان البار جراف ده بيتكلم او بيوضح الانيمالز اللي موجوده في الجاردن قد ايه. طيب النمبرز دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن النمبر اوف انيمالز. ايه الانيمالز اللي عندنا؟ هل ابص على الرسمه؟ ممكن ابص على الرسمه، وممكن لو بصيت على البار جراف على طول اعرف مين هي الانيمالز اللي في الجاردن. نبص كده، في عندي كاتس، في عندي سبيروز، في
في عندي عصافير، ادي سبيرو وادي انذر سبيرو وادي سبيرو وادي واحد وادي انذر وان. في عندي باتر فلايز، في عندي فراشات، في عندي راتس، في عندي فيران. كل المعلومات دي لازم هنلاقيها موجوده في الرسمه بتاعتنا. طيب ادي القطه بتاعتنا الجميله اهي. هو بيقول لي ان احنا عندنا قطه واحده، والقطه الواحده دي علشان نعبر عنها في البار جراف جينا على الاستريب دي ولوننا جاست وان بيس، ولوننا خانه واحده بس تنتهي لحد الاي ال1، يبقى انا لما ابص بعيني اعرف ان انا عندي جاست وان كير. طيب السبيروز العصافير اعمل ايه؟ الاول لازم اروح اعدهم يا اولاد، يلا نعدهم مع بعض. عندي هنا 1 2 3 4 and 5، يلا نبص تحت كده في حاجه منهم؟ لا مفيش عصافير تاني. يبقى انا عندي 5 سبيروز. نعمل ايه بقى عشان نعبر عنهم في البار جراف؟ نلون البار بتاعنا لحد نمبر 5، يعني لحد هنا كده. يبقى نلون كده 5 ايه؟ 5 بيسز من الايه؟ من البار. كل واحده من دول بتعبر عن ايه؟ 1 سبيرو. كده يبقى احنا وضحنا الفايف سبيروز. طيب يلا الباتر فلايز، يلا نعدهم. ادي 1 ادي 2، دي فراشه كده ضم جناحاتها. ادي 3 وادي عندي 4 اهي، وادي 5 6 and 7. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نلون 7 سمول ريكتانجلز. البار ده اللي هو الريكتانجل الكبير متقسم لمجموعه من الريكتانجلز الصغيره، نلون منهم كام واحد؟ نلون منهم 7. ليه 7؟ علشان عندنا 7 باتر فلايز. يلا ادي 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى احنا كده وضحنا ان احنا عندنا 7 باتر فلايز. يلا نشوف الراتس، عندي كام رات؟ ادي 1 واقف على الشجره اهو، وادي عندي واحد كمان، يبقى انا عندي 2. يبقى نروح نلون 2 سمول ريكتانجولار بوكس، نلون 2 من الايه؟ من البوكسات الصغيره دي علشان نوضح ان احنا عندنا ايه؟ ان احنا عندنا 2 راتس. وزي ما انتم شايفين يا اولاد قد ايه البار جراف سهل جدا، وزي ما اتفقنا اهم حاجه نعرف هو فايدته ايه؟ فايدته انه بيعبر عن المعلومات الكتيره اللي موجوده في الرسمه بطريقه سهله في صوره بارز، اول ما ابص لها اعرف كل المعلومات دي. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضنا يا اولاد نحل شيت 1. اول اكسرسايز معانا بيقول لي color one box for each fruit. فين هي البوكسز اللي عندنا؟ اللي هي دي، كل بار متكون من مجموعه من البوكسز. طيب يلا نبص، هو انا البار جراف ده هيعبر عن ايه يا اولاد؟ ابص على العنوان بتاعه، العنوان بتاعه مكتوب ايه؟ fruits at the stand، يعني الفواكه اللي موجوده عندنا على الحامل ده، ده الحامل اللي عليه مجموعه الفواكه. طيب انا عايز اعرف هما ايه، اعمل ايه؟ مش عايز ابص هنا، نبص على البار جراف على طول. لازم نعرف ان انا عندي بانانز، وعندي ووتر ميلونز، عندي موز، وعندي بطيخ، وعندي اورنجز، وعندي برتقان، وعندي ابلز. كل الحاجات دي انا متاكد ان هي موجوده علشان متوضحه عندي في البار جراف. طيب احنا عايزين بقى نعرف كل واحده من دول فيها قد ايه ون ايه، ونوضح في البار جراف. يلا نشوف البانانز اعمل ايه، اروح اعدهم على الرسم. يلا نعد مع بعض، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. يبقى انا عندي 9 بانانز. اعمل ايه بقى؟ اجي على البار جراف الون 9 بوكسز في البار اللي تحتيه البانانا. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. يبقى انا كده اول ما ابص على طول على البار جراف وعيني تروح على البار بتاع البانانز اعرف ان انا عندي منهم كام، ان انا عندي منهم 9. يلا الووتر ميلونز، عندي كام واحده؟ ادي 1
2 3 4 and 5. يبقى نيجي هنا نلون 5 boxes. ادي 1 2 3 4 and 5. اللي بعد كده الاورنجز عندي منها كام واحده؟ ادي 1 2 3 and 4. يلا نلون 4 boxes. ادي كده 1 2 3 and 4. اللي بعد كده عندي الابلز، يلا نعدهم. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 and 8. يبقى هنلون البوكسز دي لحد ال 8، لحد هنا. ليه لحد هنا؟ عشان انا شايف بعيني ال 8 اهي. يبقى احنا لازم نلون كل دول. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 and 8. اللي احنا عملناه كده يا اولاد، احنا كده رسمنا البار جراف اللي بيعبر عن الفروتس اللي موجوده على الستاند. تمام؟ يبقى انا بعيني على طول اول ما ابص هنا اعرف كل المعلومات اللي موجوده في الرسمه دي. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ color one box for each shape. ايه هي الشيبز اللي هي الاشكال اللي عندي؟ عندي هنا سيركل، عندي ريكتانجل، عندي تريانجل اهو، عندي سكوير اهو. يبقى البار جراف اللي احنا هنعمله اسمه ايه؟ هيبقى اسمه الشيبس ان ذا بيكتشر. يعني الصوره اللي قدامنا دي فيها مجموعه من الاشكال، عايزين لما نبص على البار جراف بعينينا نطلع المعلومات اللي موجوده في الرسمه دي بسرعه، عشان هي دي فايده البار جراف، بيخليني اعرف المعلومات اللي موجوده في الرسم بسرعه. طيب ايه النمبرز دي؟ النمبرز دي بتوضح لي النمبر اوف شيبس، عدد الاشكال، كل شكل من دول عندي منه قد ايه. طيب مين هي الاشكال اللي عندنا؟ عندي تريانجلز، عندي سيركلز، عندي ريكتانجلز، عندي سكويرز. طيب التريانجل عندي كام واحده هنا؟ ده احنا لسه ما عملناهوش، ده انا لازم اروح الرسمه الاول اعد عندي كام تريانجل. يلا نعدهم. ادي كده 1 2 3 4 ها في تاني اهو 5 6 في واحد كمان اهو 7. نبص بعيننا كويس، في واحد تاني مستخبي، ها شايفينه اهو 8، هو ده. يبقى انا كده عندي 8 triangles. اعمل ايه؟ يبقى نلون 8 boxes. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 and 8. يلا اللي بعد كده نبص على السيركلز. يلا نعد ونشوف عندنا كام سيركل. ادي 1 2 ها نبص كويس اهو 3 اند 4. في تاني؟ نبص كويس، لا مفيش. يبقى نيجي هنا نلون 4 بوكسز. ادي كده 1 2 3 اند 4. مين اللي بعد كده؟ الريكتانجلز. يلا نشوف عندي كام ريكتانجل هنا. ادي 1 اهو الطويل ده، وعندي انذر 1 اهو. في تاني مين؟ ها ده سكوير ولا ريكتانجل؟ لا ريكتانجل. ليه ريكتانجل؟ عشان عندي سايد يا اولاد اكبر من السايد التاني. طالما عندي سايد اكبر من سايد يبقى ريكتانجل على طول. يبقى كده 3 اند 4. يبقى كده 1 2 3 اند 4. يبقى انا عندي 4 سيركلز وعندي قدهم 4 ريكتانجلز. مين الشكل اللي بعد كده اللي عايزين نوضحه؟ عندي السكوير. عندي كام سكويرز؟ يلا نعد. ادي 1 2 3 4 5 6 اند 7. ها في حاجه ناسيينها؟ لا مفيش حاجه ناسيينها. يبقى نلون 7 بوكسز. ادي كده 1 2 3 4 5 6 اند 7. اللي احنا عملناه دلوقتي يا اولاد وضحنا الشيبس اللي موجوده في الرسمه دي، وضحناها ببار جراف. طب البار جراف يا اولاد هيساعدني في ايه؟ هيساعدني ان انا اول ما ابص له اقدر اطلع كل المعلومات اللي موجوده في الرسمه دي. زي ايه؟ الترينجلز، عايز اعرف عندي كام واحد منهم، بدل ما اقعد اعدهم ابص بعيني على طول اعرف ان هم كام؟ 8. السيركلز، عايز اعرف كام واحده عندي، نبص بعينينا البار اخره فين؟ اخره اهو.
طب الليفل ده النمبر اللي قدامه ايه؟ 4. يبقى انا عندي 4 سيركلز، كذلك الريكتانجل 4، السكوير اروح اشوف اخره، اخره فين؟ الليفل لحد ال 7، يبقى انا عندي 7 سكويرز. زي ما انتم شايفين الدرس بتاعنا جميل وسهل، يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.